في الوسط مع الدراسة، ولكن الناس ما كتحترمش التباعد والأقسام، ورا شفنا فيديو وهادي وهادي وهادي. نقولوا مع تشد المدارس عاوتاني الدراري باش في المستوى باش يقراو عن بعد والإمكانيات وهادي وهادي وهادي. اش غادي نقول لك؟ الدراسة خصها تكون، ولكن حنا ما عندناش الامكانيات باش غادي نفرضوا فين هما الاقسام باش دير الدراري يقراو 10 ولا 15 ولا 20 في القسم، غير النص بعدا غير 20. عندنا امكانيه عندنا المدارس لهذا الشيء، هذا غادي دير لهم بالافواج عاوتاني، مشات خصك عامين باش تكمل المول المقرر. مشاو يقراو كل شيء مرض، كل شيء مات، اللي يجيب المرض للدار ديالو واش المغرب كامل. فين هي الطاقه الطبيه باش غادي فين هما الاطباء ولا المستشفيات اللي غادي يستقبلوا المرضى؟ مشكل كبير ومعوص، وكما قالوا كلا الحلين هكذا وهكذا. كون كان المواطنين في المستوى اتفق معك، واخا دكسوا مع بعضهم الكمامه والمعاقم وهذه وهذه قراوا هذه، احنا ما نكذبش عليك الشعب باش نحكموا، احنا قلنا الشعب راه مغاربه كاملين بحال هكا، ولكن احنا متهورين بزاف صراحه. هي هذه الناس كتموت والناس هذه، واخر يقول لك الكورونا هذه، ما انا صحابنا كيجي مزول الكمامه ويسلم عليك هكذا يدخل لك في وجهك، الا قلتي له عافاك بعد شي شويه بحال ما يرضاش بك. هذا خصو شويه هذا الوعي، يستمر من الاحسن يستمر. عرفتي علاش لا يستمر؟ باش بنادم ما يمشيش له عنده العام خاوي كما كيقول. العام خاوي سيدي كينو بحال الا قلتي القرايه على بعد، ما عندها شي، ما كاينش شي قانون ديالها بلا خرج بلا شي، هي العالم كامل اش لا اقول الله ما غاديش نقدر نقول شي حاجه اللي بعيده اللي بعيده عليا، فهمت؟ شي مسؤولين هما كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، المدرسه يكون فيها جميع اللوازم ديال داك الشيء اللي بغيتو يكون خير ان شاء الله، والله يوفق كل واحد. السلام عليكم. بالنسبه للموسم الدراسي اللي الحالي اللي كنشوفو دابا، انا مع استمرار يعني الدراسه رغم هذا المرض. يعني الانسان يدير التعقيم ويدير الاحتياط الواجب والكمال على الله. المهم حنا انا مع الانسان يقرا يكمل قرايته، يعني التعليم عن بعد ماشي كلشي عنده امكانيات باش يدخل ولاده مثلا الواي فاي، وباش يعني امكانيات محدوده. انا مع الانسان يقرا، فهمتي؟ يقرا عن قرب والكمال على الله. الانسان يدير الاحتياطات اللازمه، يدير تعقيم، يغسل وليداته ويكون مزيان ان شاء الله. مع الوقت تصاوب الامور حتى يصل هذا الوباء، وديك الساعه ديال الله الخير ان شاء الله. كما قال لك السيد، يعني الناس خصها تقرا، من الاحسن الدراري يقرا، ومن الامكانيات ما كاينه شيء، راك عارف الازمه الفقر والازمه الخدمه ما كايناش، وبنادم ما عندوش الامكانيات اللي غيقري ولادو في الدار. واخا غنبعد رغم هذا الفيروس، خص حتى هي الدوله تحرك وتعمل شي مجهود للدراري، ما تدبر مبانيها حتى هي اللي تفرق الدراري، تسع ما بين الدراري، ولا المهم دير معاقمات للدراري وتوعي التلاميذ كيفاش يتعاملوا مع بعضياتهم، وهذه هي النتيجه اللي غتكون مزيانه ان شاء الله. وهي من الافضل خصها توقف الدراسه، لان خصنا نعرفوا العواقب. العواقب يمكن تكون جسيمه، وديك الساعه غادي نوقف فما لا يحمد عقبه. ان اولا واخيرا حنا ما نعرفوش احسن من السلطه، ما نعرفوش على السلطات الوصيه في هذا الشيء هذا، لانه هما اللي معنيين بالامر. اما حنا كنبقاو من العوام، خصنا لابد ان ندخل لهاد القناه السلطه. ومن الافضل الانسان يحرص على الصحه ديال وليداته، لان وليداتنا هما الاكباد ديالنا، ومن الافضل ان نوقفوه. والانسان يحاول على انه مثلا يتعاون معهم في البيت ويقايهم عن بعد، والمهم يعمل الجهد ديالو هو، واهم حاجه هو الحرص عليهم على الصحه ديالهم، لان الصحه لا تعوض الاخ ديالي، وهذا هو مجمل القول اللي عندنا حنايا. الله يقول لك الله يسهل على اي واحد، والله يرفع علينا هذا الوباء هذا. ماشي غير الاطفال اللي مضررين، حتى الناس بوليداتهم مضرر بزاف، والشباب مضرر بزاف، ما خدام ما والو. ونطلبوا الخير، الله يجيب اللي فيها الخير اخي. شكرا.